في كتير بيعملوا حاجات، اشمعنى حاتم ذو الفقار اللي دايما يتمسك وكل مره يعمل يعني اكتر من مره يتم القبض عليه؟ اقول انت انا وبتطلع براءه كمان يعني، ومن اول جلسه ومن اول جلسه. طب انا بسالك انت حاتم، وقضيه راحت النيابه وحفظت في التحقيق الاولاني. مين ورا المواضيع دي يعني؟ يعني فعلا ورا المواضيع دي خد جزاؤه، وده اللي مريحني. خد جزاؤه، خد جزاءه تالت ومتلت، التلاتة اللي كانوا ورا كان الموضوع ده. ما واحد سلم لواحد، سلمه بقى بتاع اسكندرية في الآخر. من الوسط الفني ولا من خارج؟ لا، من الناس من الوسط الفني، سلطت ناس من هذا الضباط دولت اللي انا كده. طب ليه بتوع الوسط الفني ممكن يسلطوا مثلا عدوك ابن كارك بقى؟ ما تفهمش، النفوس بتشيل. معرفش. لكن انا بقول قدام حضرتك اهو، اي زميل، اي انسان من اي نوع بشر يروح الى اقرب قسم بوليس ويقول حاتم عزم عليا بهذا الشيء في اي يوم من الايام، من دلوقتي لغايه سنه 88، كمان من ساعه ما كنت بخطئ. ايوه انا كنت بخطئ لوحدي. ايوه، ودفعت الثمن لوحدي نتيجة الوهم اللي أنا كنت عايش فيه واللي أنا حطيت نفسي فيه. وبا وجه وخلاص. ووقت ما ربنا أراد اتشفيت منه. الحمد في لله. إيه؟ الحمد لله. ربنا بيقبل توبة. طبعاً. وأنت عايز تعمل لي فيها أبو العريف؟ طب ما أنا أنا حاربتك بنفس سلاحك القانون. وخدت الحكم بتاع وحكم مقبول ورقي في مجلس الشعب. بس والقضيه بتاعت 94 براءه يا فندم من اول جلسه، بقول لحضرتك. واللي كان في 95 ده انا النقد بتاع النيابه بتاعها. انت اتسجنت كم مره؟ انا اتسجنت مرتين، اللي هي المره اللي انا خدت فيها 364 يوم. أيوة. والمره بتاعت اسكندريه 78 يوم لغايه لما خدت براءه. لغايه ما خدت براءه. من اول جلسه. طب انا نفسي اسالك، وطبعا انا مش أمري. ليه اخدت سنه كامله طيب؟ لان انا بقول لحضرتك المفروض انا واخد حكم حبس. ايوه. فالمفروض السنة تسعة شهور. تسعة شهور بس. كان اياميها بيعملوا تجديد. السيد اللواء زكي بدر. نعم. كان بيعمل تجديد على المخدرات، فقالوا التعاطي زي الاتجار زي اللي مش عارف ايه كله. عشان ما يبقاش فيه خيار وفقوس وكلام كده. أيوه. لا، يقضيها 12 شهر. وردوا على المحامي بتاعي ان ادارة مصلحة السجون هي ادارة تتبع وزارة الداخلية في قوانينها الداخلية، بما يعني ان وزارة الداخلية بما لها من سلطان ليها الحق انها تسلط على بعض اداراتها وتشدد في بعض. ده قرار ولا قانون؟ لا، هما كان في اياميها درسوه ونفذوه، وبعد كده بعتوه قانون لمجلس الشعب. ده تعمم بعد كده ايام سياده اللواء عبد الحليم موسى سنه 89 90، بعد ما انا خرجت اتعمم. وبعد كده بقى في صفه الحكايه ان هو مش عارف واحد يجيب واحد يكون جايب كميه اعلى من اللي هو كان جابها، ودخلوا كده حاجات كلها بتخلي الناس تضحي ببعض بلا اي فايده. يعني انا يكفيني الحمد لله ان انا ما حدش قال ان انا اذيته، لا على المستوى اللي انا قلت عليه ان انا اتحدى، ولغايه دلوقتي وانا بقولها لك وانا واثق من نفسي. حد يتوجه انا مستعد للمساءله وفي اي وقت ان يقول ان انا عزمت عليه او اغويته او 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 او, أو تحت اي بند. كويس، مساله ضميريه يعني الحقيقه الواحد يحترمها جدا. حتى ايام ما كنت بتغلط ما كنتش بتساعد. انا كان همي فيا انا لوحدي، فانا ما كانش عندي استعداد ان حد يشوف دمعتي. وللاسف ان انا كنت موهوم ان ده بيقلل الضغط الدم اللي كان عندي. طب الضغط ده كان عندك بسبب ايه؟ انت بتقول مش المواضيع الاسريه، يعني مش الزواج مثلا خاصه، وانك لا ايوه لا لا الزواج احنا اتزوجنا عن حب، بس هو الطلاق جه كده يعني سريع، و
برضو من القرارات اللي انا كنت المفروض اتريس فيها، بس انا حتة اللي هي كلام بابا وكلام مش عارف ايه وبتاع، وبعدين كنت رايح اطلق لوحدي، لا واخد معايا اخويا الكبير ولا ابن عمي ولا ابن خالي ولا اي حد. وانا وهي حبينا بعض، وهي انسانه رقيقه جدا وحساسه جدا وروحانيه وعندها روحانياتها الجميله جدا. واحنا الاثنين طلعنا اليونان وعملنا شهر عسل جميل، ورجعنا بعد كده كان عندي عمل في دبي، رحت قعدت وبعدين قالت لي شايف ايه، قلت لها طب ما تيجي جد دبي. قعدت معايا وكان ليها اخوها الباشمهندس محمد ادري في دبي بيعمل، ونقلت من الاوضه بتاعتي نقلت في سويت لان ترحابا بيها طبعا، وكل حاجه كانت ماشيه كويسه، ورجعنا وكانت الشقه خلصت، وجاه بعد كده مهرجان قرطاج بعد كده سافروا يعني. فنورة جت معايا، كنا برضو قعدنا ايام كويسة، فجأة لقيت المسائل ايه، اكون او لا اكون. انا قلت ايه لدام الحتة دي هنا، اصلا انا مش ممكن اتفق انا وحضرتك ان احنا نازلين مثلا نروح نتعشى عند ماما واخش اخد شاور واخرج الاقي الراي اتغير، وتعالى نروح نسهر عند فلان الفلاني شلتنا كلها هناك. يا ستي طبعا احنا كل يوم سهرين مع الشله، وماما بتستناني وانت عارفه علاقتي بماما وكده. فكانت الحاجات دي مع حاجات تانية مع لكن انا نوره اتحداكي ان اي حد يجيب قصاصه ورق يقول ان انا غلطت فيها او هي غلطت فيا.